هل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر كما دل عليه معنى الحديث المذكور الضعيف، مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حق الجهاد وألزمها حتى أراد أن يستشهد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هو الجهاد الأكبر كما تقدم، هو الجهاد الأكبر، ولهذا أنكر العلماء هذا الحديث وقالوا إنه يقتضي أن الجهاد في سبيل هو الجهاد الأصغر، وهذا خطأ. إن بذل النفوس بذل الأموال في جهاد الأعداء ودعوته إلى الإسلام وإنقاذهم من ظلمات الجهل والكفر هذا أمر عظيم فوق ما يتصوره الناس، فلهذا صار الجهاد في سبيل الله الذي بذل النفوس بذل الأموال ومغادرة البلدان والغبع للأوطان والأولاد والنساء هذا الجهاد هو الجهاد الأعظم. ثم يرجع الناس منه إلى الجهاد الأصغر، جهاد النفس على ما يعتريها من المعاصي والسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان، فهو يجاهدها لله حتى تستقيم. ولا شك أن الجهاد الأكبر إنما يحصل في الجهاد الأصغر، جهاد النفس، جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله، حتى ترضى بالجهاد في سبيل الله، حتى تقدم النفس والمال. هذا هو شأن المؤمن، يجاهد نفسه ويصبر على جهاد الكفار لما يعلم في ذلك من الخير العظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره أنه قال: ما من أحد يموت له خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى حياة الدنيا إلا الشهيد في سبيل الله، إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى منهم الشهادة في سبيل الله عز وجل. والنبي سيقول: إني أود أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل عليه الصلاة والسلام.